بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. ما نطولش عليكم ونشوف شوفوا أيوب أش حضر اليوم. يعطيك الصحة فاطمة، وصلنا لختام حصتنا هكا اليوم في برنامج الماتينال. بالنسبة لي أنا في الكوجينة حضرت وصفات سهلة برشا للسادة المشاهدين، فيهم حويجة زمنية هي هل في محاشتين زمنيات، عندنا زلابية وعندنا النواصر. النواصر اليوم أخذت نواصر وردة، علاش؟ قلت لكم على خاطرهم أمبالي، ما همش متعرضين للغبرة، ما همش متعرضين للكونتاميناسيون، دونك وخاصة ما يعجنوش، يعطيوني نتيجة ممتازة وكعيبة وقتها. نواصر عملت لها المرقة متاعها خفيفة كيف ما شفتوا، بطماطم سيكام مع شوية زيت نجمة، قليت فيهم البصل، قليت فيهم، حطيت شوية ثوم، حطيت سفنارية، حطيت حمص، حطيت معاهم بطاطا، هذوما الكل زدت معاهم تابل وكروية مفوحين، زدت معاهم شوية فلفل زينة كان تحبوا ولا هريسة سيكام، وتمرقوهم تخلوهم يطيبوا. من بعد المرقة وهي تطيب لوطة وفوق منها نواصر تفور، كل مرة تاخذوا منها لوش متاع المرقة تصبوه في الكسكاس فوق النواصر باش يتحلوا ويطيبوا في وقت قياسي. من بعد تحطهم في طبق متاع كوشة تجمروهم ويكونوا حضروا. بالنسبة للكفتة اليوم، الكفتة عملتها بالتن تن البدر، وإلا كان تحبوا زادة حتى بتن الموجة اللي هو يكون بالماء، تسقطروه من الماء بتاعه أسهل وأحسن في الكفتة، ما فيهش برشا زيت، دونك هذاك تعملوا بيه الكفتة بتاعكم مع شوية حوت. اخترت أنا الفيلي متاع الحوت اللي هو حاضر باش ما فيهش حتى شوكة، ما فيه حتى جلدة وكل شيء، اللي هو من عند تونيزين فيش ترادينج، دونك رحيت هذايا في الماكينة المزيانة متاع سيمبو، دونك الدش شوية دجاج خلطته مع التن ومع كعيبة بطاطا طيبناها ورفسناها، حطيت معهم شوية معدنوس وشوية شب، فوحتهم تابل، شوية كركم، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، تحطوا معهم شوية كمون، تحطوا معهم شوية فلفل زينة إذا أنتم تحبوا، هريسة عربي كيفاش تحبوا، تفوحوا الكفتة متاعكم أنتم أعملوا، اللي يحب شوية بصل يعمل فيها شوية بصل محكوك ويذبلوا معهم هذوما الكل، نخلطوهم بعضيمات ونحطوا فيهم ما ننسوش الفرماج البنين اللي باش يذوب في قلبهم من عند مرياح، تختاروا لتخوا فرماج غابي وإلا عندكم الجودا وإلا إدام ترابي وهو حدكم في الدار، دونك تجي بنينة برشا. بالنسبة للأطباق المالحة كملت، نجم تحطوا معاهم سلايطة فوق منها الأوليفيات متاع موتزاريلا مرياح، يجيوا بنان زادا خارقين العادة. بالنسبة للحلو والديسير عملنا زلابية اليوم، زلابية كيف ما قلت باش نسهل عليكم أنكم تقتنيوا زلابية في داركم تصنعوها في عوض تقعدوا شادين الصف في هالظروف اللي فيها خطر على صحتكم. خذيت أنا فارينة سبيسيال جاتو وردة معها شوية ماء، حطيت معهم شوية ملح، معناها كاس ماء تحطوا عليه 3 مغارف فارينة هكاكا، عليه ذرة صغيرة ملح، وتحطوا معهم شوية كركم ومغير فانشاء، تخلطوهم هذوما الكل مع بعضهم بالكدا بالكدا، ومعهم باكو خميرة أو نص باكو خميرة متاع جاتو على الكاس ماء، دونك هذوما الكل تخلطوهم مليح مليح، تخليهم يرتاحوا شوية. من بعد تحطوا زيت نجمة القطانية تحطوه يسخن وتحطوهم هما يتقلاو في سخانة متوسطة متاع الزيت بيان سور، بعد ما يتقلاو تحطوهم في الشحور. شحور خذيت 3 كيسان سكر، حطيت عليهم شوية سكر فاني، وحطيت عليهم كاستين ماء، حطيتهم يغليو، في آخر ما غلاو حطيت عليهم شوية قارص باش ما يسكرش السكر، تبقى ديما الزلابية متاعي ممتازة. إن شاء الله هلا الوصفات تكون عجبتكم، أنا بحضوركم وبمشاهدتكم لينا نتشجعوا ونقدموا لكم أحسن ما يكون في برنامج الماتينال. من عندي نقول لكم بسلامة، خلي الكلمة لفاطمة. Merci Ayoub, يعطيك الصحة. دونك لي روسيت الكل تلقاهم على باج الماتينال. نجيو الغوميرسيمون صفصوف فاطمة، نعمل الغوميرسيمون اللي كنتي لأيوب، خاصة بالحق على لي بلا لبنان على الاخر، برشا برشا ميساجات قاعدين يجيوني على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وزاد كيف كيف لي كومونتير على الباج نتاعنا الماتينال الفيسبوك على لي روسيت اللي يعطي فيهم أيوب. وديما نقولوا راه كي ما فماش حاجة، ما عندكش حوتة ولا ما عندكش لحمة تنجم تعمل دجاج، تنجم تعملها كذابة سهلة ياسر. نحب نعمل توا غوميرسيمون للارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي، واللي تلقاوها في حي لوحات باج فيسبوك اي انستغرام يمن الارتيست كوافور. غوميرسيمون كيف كيف زاد للكناويتا مدام خوله بن حميده اللي قاعده تلبس فيا، مشكوره يعطيها الصحه على الكرياسيون هذوما، تلقاوها في دخل حي لوحات العوينه باج فيسبوك الكناويتا.
ميرسي صفصوف. انا كيف نشكر يامي الارتيست كوافور، تلقاو في حي الواحات باج فيسبوك انستغرام يامي الارتيست كوافور. نشكر انزو شوز، تلقاو في المنزل الثامن باج فيسبوك وانستغرام انزو شوز. نشكر المرقوم التونسي اللي تلقاو في الباج فيسبوك وانستغرام المرقوم التونسي. نشكر فضيله اللي لبسوا فيها، باج فيسبوك نتاعهم هي فضيله لوريجينال، وبالنسبه للانستغرام هما فضيله مانيا. عندهم 3 بوتيك ديما نقول لكم في اللاك وفي سوسه في بنزرت. النوامر اللي تلقاوهم تنجموا تكمنديو لي زارتيكل اللي تحبوا عليهم الكل من فضيله، ودوسلكم حتىكش القدام الدار. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك، ايكيب الاعداد، جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. شاهي طيبه، ملتقانا ان شاء الله غدوه، بسلام. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشد ديارنا ونحميو صغارنا، ونتعاون ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها، وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا، على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا، باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر، وهل يخفى القمر؟ بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها. سيكام، محبة وغرام. نجمة راك حرة. بريكادو. جادور. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مام وعينينا. بالما، اون او دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما، سورس دو ناتور او كوتيديان. صحتك اهم حاجة عنا، لازم التعقيم يكون اول حاجة في حياتك. باكتيستات ينجم يستعملوا الإنسان العادي، الخدام، الطبيب والصناعي. باكتيستات هي السوليسيون الوحيدة اللي تحميلك دارك وصغارك. ديزانفكتون 100% ناتوريل، كيما تنجم تستعمله في الدار على البيبان، تستعمله لخضرتك وحتى لتعقيم صغيرك، ما يضرش حتى كان تخلي الفم، ما فيه حتى مواد مضرة لصحتنا، وزيد على هذا صديق للبيئة. باكتيستات، صحتك أولوية.